2016. ضيفتنا من كنت الدكتورة شهد الحموري، أستاذة القانون الدولي في جامعة كنت. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة. دعيني أربط بما ذكره الآن معنا الضيف، وهو يتحدث عن كيف كان خطاب رئيسة محكمة العدل الدولية، ثم كيف كان القرار. هل تفاجأت بالقرار؟ وهل ترين بأن هناك نقاط إيجابية يمكن البناء عليها ضمن جملة التدابير الاحترازية التي تم الإعلان عنها اليوم؟ شكرا لاستضافتي. أولا القرار ما كان مفاجئ، كان متوقع إلى أكبر حد، وهو نفس التحليل اللي طلع فيه الأستاذ جون كويغلي قبلها بكم يوم. وخلينا نقول المساومة بهذا الشكل باللغة هو شيء إحنا متعودين عليه بهذا المجال من قبل محكمة العدل الدولية. فينا نقول إنه المحاميين اللي بيشتغلوا من الجانب العربي والفلسطيني كان عندهم أمل إنه لغة العدل تسود، وإنه المحكمة تكون قادرة تشوف الواقع بدمويته الكاملة. لكن المحكمة اختارت أنها تنظر للواقع بطريقة تانية، وتنظر للواقع كما لو كنا إحنا عم نتعامل مع عدو أو مع شريك إسرائيل. بهاي الحالة ممكن الثقة فيه وممكن إحنا نحكي معه بالمنطق، فاختارت إنها تساوم باللغة للحفاظ على الوضع السياسي. لكن خليني أحكي شوية عن الجانب الإيجابي من الموضوع. أولا إحنا دخلنا حيز تنفيذ اتفاقية منع الإبادة، فبالتالي المحكمة أكدت لنا أنه في خطر إبادة أو في إبادة تحصل حاليا، وهاي الورقة الخضراء ممكن يتم استعمالها بكافة المحاكم الدولية. ومش بس هيك، هاي الكلمة اللي إحنا كنا محتاجينها عشان نروح لأمريكا ودول أوروبية نحكي أنه أنت عليك واجب حاليا، واحد بمنع الإبادة، واثنين ما تكوني شريكة في الإبادة. فحاليا توجه المجتمع المدني الأساسي أنه نطالب بحظر بيع السلاح لإسرائيل. فهذا الإشي يعني تم تحقيقه من خلال محكمة العدل الدولية، وطبعا أكدت أنه أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وحفظ الأدلة. تمام. لكن طبعا زي ما هلا اكبر مشكله عندنا انها لم تطالب بوقف اطلاق النار بطريقه صريحه. وذكرني كثير وانا عم بحضر اللي قالته، وزي ما تفضل الاستاذ هلا، كما لو كانت النتيجه لا تتوافق مع المقدمه، كثير بيشبه قرارها وقت ما تم استشارتها حول الاسلحه النوويه، فأعطت مقدمة طويلة عريضة عن كيف الأسلحة النووية سيئة للإنسانية، لكنها بالآخر قالت أنه أنا ما فيني أقول صح ولا غلط. وطبعا هذا أحد أكبر الأمثلة التاريخية لتسييس المحكمة أو محاولة المحكمة أنها تساوم مع الوضع السياسي العام، زي ما بتشوفوا هي على الحيز السياسي الدولي. إجابة عن هذا السؤال، كيف يمكن الاستثمار فيما حدث اليوم في محكمة العدل الدولية وكل التدابير التي صدرت؟ عموما هي 5 تدابير أعتقد صدرت من محكمة العدل الدولية اليوم. أنا تماما بأيد الأستاذ، بحيث أنه هذا هو ليس النصر على المدى القصير، وإنما هو النصر على المدى الطويل في مساعدتنا بالجهود القانونية لقلب السردية ضد إسرائيل، وهي السردية اللي تاريخيا كانت بتأيد الجرائم بيرتكبها الاحتلال. فإحنا عم نشوف شرعية إسرائيل بتخف يوما بعد يوم، لكن كنا بنتأمل محكمة العدل أنها تأخذ قرار أقوى يساعدنا أن نحن على الأقل نفش غلنا، خلينا نقول، بكمية الأسى اللي احنا عم نعيشها. لكن اللي كان عم بيصير من المحكمة هو تعبير عن المشاكل الأكبر والأعمق في القانون الدولي نفسه. وأنا برأيي راح يطلع التاريخ بعد 10 أو 20 سنة من هلأ ويشوف هاي اللحظة كلحظة عار ما قدرت فيها المحكمة إنها تأخذ موقف شديد يقف بجانب الناس الواقع تحت الاحتلال بشكل قوي، وبيبتعد عن المساحة الفضفاضة اللي إحنا هلأ علقانين فيها. وزي ما قلت المحامين الغربيين مبسوطين جدا، لكن محامين فلسطين بالنسبة لهم هذا ليس وقتا إنه إحنا نقعد نحكي فيه والله تفسير المادة هيك أو هيك، وخاصة أن جنوب إفريقيا دغري طلعت وقالت أنه القرار لو قرأناه بيطلع أنه في مضمونة وقف إطلاق نار، لأنه زي ما أكدت كافة المنظمات اللي بتشتغل بالغزة أنه ما بتقدر هي تدخل غزة إلا بوقف إطلاق نار. فقالوا أنه بتفسيرهم لابد من أنه هذا الإشي يحصل. فممكن
إن نقدر نشوفه انه بتفسير جنوب افريقيا، وهذا التفسير طبعا تفسير منطقي جدا، وبنقدر ناخده احنا على الامم المتحده، وبنقدر ناخده احنا كمان على المحاكم. ولازم اكد انه انا عم بحكي معاكم هلا في محاكمه عم بتصير بامريكا بكاليفورنيا ضد الرئيس جو بايدن، وهي هاي القضيه رفعها المركز الحقوق الدستوريه، وفيها بيحاول انه يجرم تدخل نظام بايدن بالحرب طيب، على أحاول أن أستثمر في بقائك معنا قدر الإمكان دكتورة شهد لأسأل. في البداية لاحظتي بكل تأكيد تصويت كبير من قبل القضاة على كل التدابير الاحترازية، أكثر من 15 قاضيا. ما القيمة القانونية لكل ما حدث اليوم، هذا التصويت من قبل العدد الأكبر من القضاة في محكمة العدل الدولية؟ كيف ينظر إلى ذلك، وكيف يمكن أن يؤثر أيضا على صورة إسرائيل عالميا؟ هلا اللي شفناه اتوقع انه بالمحاكمه لما القضاه كانوا عم بيحكوا مع بعض تم المساومه على اكثر لغه ممكن يوقع عليها اكبر عدد من القضاه، فبتخيل بعض من القضاه اضطروا يتخلوا عن مواقفهم من باب استراتيجي ومن باب الحصول على هاي الموافقه العامه. اللغه اللي اتفقوا عليها هي خلينا نقول الى حد معين اقل الايمان من اللي راح ننظر فيه، فحقا ما في خلاف عليه، لكن طبعا تاريخيا في قوه لعدد القضاه اللي وقعوا ورا قرار، وبنفس الوقت في واضح الشق اللي كان موجود بهاي المرحله داخل المحكمه، واضح وضوح الشمس. ومش بس هيك، اللغه اللي اختارتها رئيسه المحكمه دونين هيو بالاول كانت الى حد معين بتاكد خلينا نقول وجهه نظر المحكمه، اللي هي بتقول لك انا بدي اطلع ببياض الوش، لكن بنفس الوقت انا مقيده من النظام السياسي العالمي الذي لطالما حدد مسار القانون الدولي. طيب، لكن بالنسبه للقضاء، الآن إسرائيل تصف محكمة العدل الدولية باللاسامية وتنتقد هذه القرارات، وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق بأنه لن يطبق أو يلتزم بأي قرارات، بل قال وأكد اليوم أيضا بأنه مستمر في حربه على قطاع غزة. كيف يمكن أن ندعم كمجتمع دولي أو يدعم المجتمع الدولي تحديدا المجموعة العربية القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية اليوم؟ ذلك بالتأكيد على مسؤولية الدول، لأنه إحنا هلأ قدام المحكمة قالت إنه إحنا دخلنا مساحة اتفاقية منع الإبادة. ما إيش يعني ايش يعني هذا الاشي؟ يعني انه كل دولة عليها واجب انها تتخذ كافة الاجراءات بشكل ايجابي لمنع الابادة والامتناع طبعا عن اي شكل من اشكال المساندة للابادة. ومش بس هيك، في عنا واجبات للدول تانية، منها واجب عدم الاعتراف بالخروقات الجسيمة للقانون الدولي وعدم التعاون مع اي شكل من اشكال الخروقات الجسيمة للقانون الدولي. فاحنا امام تفعيل مسؤولية الدول من هذه الناحية، مما يعني الواجب على الدول انها تتخذ بشكل رسمي المقاطعه الاقتصاديه لاسرائيل التي ممكن تدعم باي شكل من الاشكال التاكيد العدوان على غزه، وطبعا الخروقات القانون الدولي الانساني اللي عم بتصير بالضفه، وكمان انها بشكل رئيسي تتخذ كافه الاجراءات الايجابيه اللي ممكن من خلالها خلينا نقول تاثر على اي مجال اقتصادي ممكن يساهم شكرا. بالحرب. فهذا الإشي نعم، اللي لازم نشتغل عليه مع الدول العربية. شكرا جزيلا لك من كنت دكتورة شهد الحموري أستاذة القانون الدولي.